السلام عليكم، كي دايرين؟ بخير هانيين، نتمنى تكونوا بخير، احوالكم ان شاء الله بخير. في هذا الفيديو جبت لكم الناس اورانج كيفاش غادي تحول نجمه 6 لنجمه 3. ما عليك غير تبع الفيديو وتبع الخطوات اللي غادي ندير، ان شاء الله غادي تخدم معاك نجمه 6، تخدم كل شيء، المواقع، اليوتيوب، بلاي ستور، اي حاجه بغيتيها. غادي نمشيو باش تشوفوا انه ما عنديش كونيكسيون، عندي نجمه 6 باش تتأكدوا. ديرو جمع 555 ديز، نختارو العربية، رصيدي 4، رقم 4، رصيد المكالمة 20 درهم. هاد النمرة عاد درتها جديدة باش نشرح ليكم. نديرو جوج، انتريت موقع التواصل الاجتماعي 4، مواقع التواصل الاجتماعي. رصيد تعبئتكم صالح الى غايه 5/10. اليوم اللي درتها نيت باش نشرح لكم هذه الطريقه. المهم غادي نخرجوا دابا نمشيو اليوتيوب ونجربوا بانه راه ما عنديش الكونيكسيون، ما غاديش يخدم كما كتشوفوا، راه ما خدامش. دابا غادي نمشيو للتطبيق اللي غادي نخدموا عليه، راه كاين غير في بلاي ستور. هذا هو التطبيق، غادي تحملوه من بلاي ستور وغادي تحلوه. فاش تحلو راه ما غاديش يعطيك هاد الميزات ديال المغرب. غادي تمشي لهاد ثلاثه النقاط، تكليكي عليهم وتجي كلير داتا، هادي تكليكي عليها وغادي يخرج ويعاود يدخل. راه غادي يعطيك هاد سميتو وتختار شي سيرفورات من هاد السيرفورات اللي كاين هنا، وتختار هاد السيرفور ديال المغرب، ماروك اورانج فري 5G. ومن بعد غادي دير غير هاد الخطوه، غادي تكليكي عليها هكا كما كتشوفوا، حتى تطلع واحد الساروت الفوق كما كتشوفوا راه اون. دابا نمشيو اليوتيوب نشوف واش خدام. كما كتشوفوا خدام، ناضي كندي خفيف. نمشيو للبلاي ستور باش تشوفوا بنفسكم طريقه شغاله 100%. كما كتشوفوا كلشي خدام، كلشي ناضي، اي حاجه بغيتي تخدمها راه كلشي خدام. ما عليك غير تبع هذه الطريقه، ما تنساش البارتاج باش يوصلكم الجديد ديالنا. وتحيه لكم في فيديو قادم ان شاء الله، وفي الفيديو القادم ان شاء الله غادي نشرح لكم الطريقه ديال اصحاب انوي، حتى انوا راه ما نسيناهمش، راه كاين تطبيق ان شاء الله غير نوجدوه ونوجدو الطريقه كيف عامل. وتحياتي لكم.